واحدة من الديفينيشنز برضو المهمة بالنسبة للسيستمز هي هل هو باوندد انبوت باوندد اوتبوت ستيبل ولا لا. الفكرة بتاعت الباوندد انبوت باوندد اوتبوت ستابيليتي ده ان هي بتقول لنا لو احنا فور باوندد او ويل بيهيفد انبوت اكس اوف تي، يعني اكس اوف تي عند اي نقطه ما بيساويش انفينيتي، يعني لها امبليتيود اقل من رقم معين، يعني اكس اوف تي ابسولوت فاليو بتاع اكس اوف تي ده اقل من رقم معين، اوكي، والرقم معين ده ما هوش انفينيتي. الاوتبوت بقى بتاع السيستم بتاعنا لما يكون السيستم بتاعنا باوندد ايمو باوندد اوتبوت ستيبل لازم يكون برضو باوندد. باوندد معناها ان واي اوف تي ديت تبقى اقل من رقم محدد برضو، والرقم ده ما بيساويش انفينيتي. لو احنا خدنا كمثال مالتي ايكو باس سيستم زي كده اللي هو بالشكل اللي احنا شايفينه ده، طبعا واي اوف تي دي بتساوي اكس اوف تي ناقص تاو 1 في الفا 1 زائد اكس اوف تي ماينس تاو 2 في الفا 2، اوكي. هل السيستم ده باوندد انبوت باوندد اوتبوت ستيبل ولا لا؟ عشان نعرف الكلام ده هنشوف واي اوف تي دي الابسولوت فاليو بتاعها هيساوي كام. الابسولوت فاليو بتاعها اكشولي هيساوي الابسولوت فاليو بتاع مجموع الاثنين. طبعا لو احنا استعملنا التريانجولار انيكواليتي، لو عندي مثلا ابسولوت فاليو بتاع اكس بلس واي، اوكي، ده اقل من او يساوي الاولاني، الابسولوت فاليو بتاع الاولاني زي الابسولوت فاليو بتاع الثاني، ده حاجه منطقيه طبعا، لان المفروض ان لو اكس وواي دول واحده فيهم نيجاتيف مثلا يعني والثانيه بوزيتيف، يبقى معنى كده الابسولوت فاليو بتاعهم اكيد هيبقى اقل من الاولاني زائد الثاني. لو انا مثلا فرضا عندي 1 ناقص 5 وابسولوت فاليو، 1 ناقص 5 هيطلع ناقص 4، ابسولوت فاليو يطلع 4. لو انا خدت ابسولوت فاليو بتاع 1 زائد ابسولوت فاليو بتاع ناقص 4 هيطلع لي الكلام، او ناقص 5، الكلام ده هيطلع لي 1 زائد 5 بيساوي 6. فمعنى كده ان احنا دايما بنلاقي ان الابسولوت فاليو بتاع المجموع اقل من او يساوي المجموع الابسولوت فاليو بتاع كل واحد من التيرمز على حده. فمعنى كده الابسولوت فاليو بتاع واي اوف تي اقل من او يساوي الابسولوت فاليو بتاع الترم الاولاني، وده طبعا اللي هو الفاكتور اللي هو احنا ضاربينه ده ممكن يبقى لوحده في الاكس لوحديها، ونفس الكلام الفا برضو الفا 2 في الترم الثاني لوحديها. لو احنا قلنا ان الانبوت بتاعي دوت اكس دوت ده باوندد، يبقى معنى كده ممكن اقول ان الاكس دي اقل من او تساوي رقم معين ام مثلا، اوكي، ونفس الكلام هنا، نفس الكلام هي نفس الاكس هي. فمعنى كده ان الكلام اللي هنا ده اقل من الفا 1 زائد الفا 2 في الام ده. هل الكلام ده باوندد انبوت باوندد اوتبوت ستيبل، او الكلام ده كله يعني في الاخر باوندد؟ اه طبعا باوندد، لان الفا 1 دي باوندد والفا 2 دي باوندد، اوكي، والام دي باوندد. يبقى معنى كده مضروب اي حاجه باوندد في اي حاجه باوندد هيطلع لي باوندد في الاخر. فمعنى كده انا كده اثبتت ان السيستم بتاعي ده ايه، باوندد انبوت باوندد اوتبوت ستيبل.